متى يمكن أن يكون الشخص تعيسا؟ طبعا في أسباب كثيرة للتعاسة، وأعتقد كل شخص ممكن يعرف التعاسة من وجهة نظره، وأحيانا قد لا يكون في أسباب أصلا للتعاسة. أحيانا واحد يكون فجأة كذا متضايق، أحيانا يكون ما له نفس، أحيانا يكون حزين قلق، أحيانا بدون سبب. لكن هي تعتمد على الشخص متى يشعر فعلا براحة وسعادة. خليني أعطيك مثال. البعض مثلا قد يكون في سلوك معين أو قد يكون في فعل معين يسبب لشخص معين نوع من السعادة والراحة، ولشخص آخر نوع من التعاسة والضيق والكدر. هي في الأخير تعتمد على المعنى اللي يضعه الشخص، على تفسير الحدث، على كيف يفسر الإنسان الأمور اللي تمر فيها في حياته. أحيانا بعض الأشخاص، خليني أعطيك مثلا مثال بسيط. لو مثلا الشخص مثلا مسافر من منطقة إلى منطقة مثلا بالسيارة، ممكن يشعر بتعب، بإرهاق، يشعر بأنه والله يحتاج أنه يعني يريح شوي، يشرب مويه، يتقهوى، يكمل خط. فهو هنا في هذه الحالة، لو نظر لها فقط في هذه الزاوية، بيقول هو الآن مرهق، هو الآن مثلا تعبان، منهك. لكن هو يفسرها أنها هي عبارة عن مرحلة، عبارة عن ثمن، عبارة عن شيء لازم يسويه بحيث يصل إلى شعور معين يبغى يعيشه. هذا تقريبا ينطبق على كثير من أمورنا في الحياة بشكل عام.